السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي في الله. كما وعدتكم، تمرين تخاطر رائع جدا بطريقة مبتكرة تسمح لك بإرسال رسالة ذهنية لشخص ما، وبالتالي من المحتمل جدا لو تتبعت جميع مراحل التمرين أن هذا الشخص سوف يتواصل معك أو سوف تصله رسالتك الذهنية، طبعا عن طريق إحساس وشوق مفاجئ أو في الحلم. وبعد ذلك من الممكن جدا أنه سوف يشتاق إليك ويريد أن يتواصل معك بكل قوة. المعلوم أن التخاطر يعتمد على الخطوات المعروفة: الاسترخاء الشديد، ثم التركيز، القدرة على تخيل هذا الشخص بكل ملامحه وبكل الأشياء التي تعرفها عنه، ثم بعد ذلك اليقين في نجاح التمرين، وأخيرا ليس عليك أن تنتظر الإجابة، فقط انشغل بما أنت عليه لعلك ترسل طاقة إيجابية في هذه الحالة، وبالتالي فإن رسالتك سوف تصل. في هذا التمرين، وهو تمرين باقة الوردة، سوف نعتمد على طريقتين: طريقة الكتابة المبتكرة طبعا، وطريقة الإرسال عن طريق التخيل. ما عليك إلا أن تأخذ بطاقة، حبذا لو كانت بلون وردي، أو ورقة بيضاء وتكتب عليها الرسالة التي تود إرسالها لهذا الشخص. مثلا: فلان اتصل بي، أو أنا اشتقت إليك اتصل بي، أو أنا أحبك. أي رسالة، فقط يلزم أن تكون مختصرة. بعد ذلك فقط اكتب في السطر الثاني: اسمح لعقل الباطن أن يقوم بإرسال هذه الرسالة إلى فلان حال يكون مستعدا لذلك. أعيد: اسمح لعقل الباطن أن يرسل هذه الرسالة الذهنية لفلان إذا كان مستعدا لذلك. رائع وممتاز. بعد ذلك سوف تحتفظ بهذه البطاقة لتتخلص منها بعد نهاية التمرين، لأن المفروض أنها سوف تصل لهذا الشخص وهو المرسل إليه. إذن بدون إطالة إلى التمرين. أنت الآن في مكان هادئ طبعا، بملابس مريحة وفي عطرك الرائع، وهذا طبعا يساعدك على الاسترخاء. رائع جدا. بعد ذلك قم بعملية التنفس العميق حوالي 7 مرات، وهذا يكفي حتى تشعر بمزيد من الراحة. التنفس يجعل عقلك الباطن مستعد لتلقي الرسائل طبعا التي تريد أن ترسلها للمرسل إليه. إذن عليك أن تقوم الآن بعملية التنفس العميق، إدخال الهواء من الأنف، اجعله لفترة طويلة حسب إمكانيتك طبعا، بمعنى في استطاعة جهدك، ثم قم بعملية الزفير. ممتاز ورائع. بعد ذلك أنت الآن مغمض العينين، نعم، في حالة ذهنية رائعة جدا ومستعد لأن ترسل رسالة ذهنية، وهي بالفعل التي كتبتها طبعا في البطاقة. ممتاز، أنت الآن مغمض العينين وأنت تحمل معك باقة ورد رائعة جدا فيها الألوان المحببة إلى قلبك، وفي داخل هذه الباقة من الوردة البطاقة التي كتبتها قبل قليل. نعم، قم بعملية التخيل كما لو أنك تحمل باقة من الوردة وفيها البطاقة التي كتبتها، وطبعا عليها الرسالة المعروفة جدا. ممتاز. سوف تنطلق طبعا خارج المنزل وأنت ذاهب لمكان رائع جدا. إنك على ضفاف بحيرة في
فيها الألوان الزاهية والورود منتشرة في كل مكان. وطبعا في هذه البحيرة الرائعة والجميلة هناك كرسي شاغر أو فارغ، وفي هذا الكرسي سوف تجد شخصا عزيزا على قلبك، إنه المرسل إليه أو الشخص الذي تود أن تهديه باقة الورد مع تلك البطاقة والرسالة المعروفة. أنت في الطريق الآن إلى ذلك المكان الرائع. ممتاز. أثناء وصولك طبعا سوف تجد هذا الشخص يجلس بانتظارك بكل جوارحه، إنه يبتسم لك الآن وينتظرك بأحر من الجمر. أنت تقترب منه وتلاحظ ابتسامة طبعا رائعة على محياه، وهو ينتظر بشغف أن يلقاك طبعا ويجلس معك. هائل. أنت الآن تسلم عليه طبعا ويقوم باحتضانك بشدة وبلهفة كبيرة، ويقول لك إنه اشتاق إليك طبعا بكل شغف. يا لهذا الإحساس الرائع. هائل. إنه ينظر إليك بابتسامته الرائعة والجميلة، وأنت تهديه الآن باقة الورد الرائعة. إنه يتقبلها بسرور زائد وفرح ليس له مثيل. ممتاز. أنت الآن في إحساس رائع وجميل، إنك تحدثه طبعا بما تريد أن ينفذه لك. تحدث معه بكل جوارحك بكل إحساسك، قل له ما تشاء الآن، وأنت تشعر بالدفء والمحبة والشوق، وتلاحظ بأن هالة بلون أخضر تحيط بكما في هذا المكان الرائع. إنك الآن في قمة السعادة والمرح والسرور. أنت الآن مع هذا الشخص وهو يحبك طبعا بجنون وشغف كبير. إنه يستمع إليك وينتظر كلامك، وتلاحظ بأنه يتابعه بكل شغف ومحبة. ممتاز. مشاعرك الآن مشاعر روعة وأمان وفرح وسرور. إنك في قمة السعادة الآن وأنت بجانب هذا الشخص، وتلاحظ أنه يتجاوب مع حديثك ويتجاوب مع كل لمساتك وكل حركاتك. إنه يقول لك هو أيضا يحبك بشغف كبير. ممتاز.
بعد ذلك سوف تقومان من مكانكما وسوف تقومان بجولة طبعا في هذه البحيرة الرائعة وفي هذا المكان الذي أقول إنكما الآن تسيران ببطء شديد ويضع يدك طبعا في يده وأنتما في قمة المرح والسعادة والأمان مع هذه المناظر الرائعة وفي هذا المكان الهادئ. يا لهذا الإحساس الرائع، أنت الآن في قمة الطاقة والسعادة والمحبة والأمان. ممتاز. الآن سوف تسأله عن باقة الوردة ويقول لك طبعا ويقول لك بأنها جميلة مثل جمال قلبك وروحك، وأنت الآن في قمة السعادة بعد هذا الجواب. قل له إن هناك بطاقة، هل ممكن أن تقرأها؟ طبعا سوف يقول لك نعم أريد ذلك. إنه يأخذ البطاقة طبعا ويقرأها ويقول لك نعم أنا مستعد أن أنفذ فحوى هذه الرسالة في الحال. نعم، عقلي الباطن تلقى رسالتك وسوف ينفذها على الفور. ممتاز. رائع جدا. والآن سوف يسألك إن كنت تريد شيئا آخر. سوف تقول له لا، فقط قم بتنفيذ فحوى هذه الرسالة فحسب. سوف يشير لك طبعا برأسه ويقول لك نعم سوف أنفذ ذلك حالا. ويريد الآن أن يغادر وأنت تريد كذلك بعد هذا اللقاء الرائع، وسوف يقول لك هل تأذني طبعا بالذهاب؟ فتقول له طبعا أنا كذلك أريد أن أذهب. ممتاز. إنه يودعك الآن بالأحضان بكل الشوق وبكل الأحاسيس الرائعة. ممتاز. أنت تنظر إليه الآن وهو في الاتجاه الآخر طبعا ويلتفت إليك بين الفينة والأخرى وهو يودعك. يا لهذا الإحساس الرائع، على أمل اللقاء طبعا في المرة القادمة. ممتاز. أنت تعود إلى مكانك الآن في ذلك الكرسي الرائع وأنت في قمة السعادة والفرح والأمان. لقد كان لقاء رائعا مليئا بالحب، وطبعا أخذت وعدا بأنه سوف ينفذ رسالتك على الفور، وهذا رائع جدا. يا لهذا الإحساس الرائع. والآن افتح عينيك طبعا وتنفس بعمق حتى لا تتعلق بهذا الشخص
أنت الآن في مكانك الهادئ والرائع، لعل رسالتك وصلت لهذا الشخص. تنفس طبعا بعمق واشكر هذا الشخص، قل له شكرا لأنك سوف تنفذ رسالتي. ممتاز. رائع جدا. الآن ليس عليك أن تشغل بالك بالرسالة، فقط انطلق في أشغالك المعتادة مع هذه الطاقة الرائعة التي وصلت إليها الآن وهذا الإحساس الرائع. ممكن أن يكلمك في هذه اللحظة أو بعد قليل أو في الساعات القادمة أو في الأيام القادمة، فقط لا تنتظر الاستجابة منه لأنك قمت بإرسال رائع وبطاقة لا مثيل لها. كان هذا تمرين الباقة أو باقة الورد أقول، وهو من روائع التخاطر. فقط لا تنتظر الآن النتيجة، انشغل بما أنت عليه، انسى هذا الشخص، سوف تلاحظ بأنه سوف يطاردك لا محالة. هو من عليه الآن أن يسأل عنك ويتصل بك طبعا بشوق وحنين. كان هذا تمرين باقة الورد، وهو من أروع تمارين التخاطر الرائع جدا. يوسف حسن يتمنى لكم طبعا مزيد من السعادة والفرح والأفراح والمسرات، في أمان الله.